غزل البنات من أكثر الحلويات اللي حبيناها نحن وصغار، وصارت مرتبطة بجزء كبير من طفولتنا. بس شي مرة سألتوا حالكم كيف السكر والهواء بيعملوا طعمة هالقد حلوة وطيبة؟ والغريب بالموضوع أنه اللي اخترع آلة غزل البنات هو طبيب الأسنان جيمس موريسون، اللي كان رئيس لجمعية طب الأسنان في تينيسي، بس كان من عشاق الحلويات وعنده شغف بتحضيرها. من هالمنطلق قرر جيمس بالتعاون مع صديقه صانع الحلويات جون وارتن انه يصمموا آلة لصنع غزل البنات، وحصلوا على براءة اختراع مشتركة. وبتشتغل هالآلة على تدوير السكر وتسييله بشكل متكرر حتى يشكل خيوط رفيعة تشبه القطن. ومن بعدها قدموا جيمس وجون منتجاتهم بورد فير سنة 1904، وبيعوا غزل البنات بصناديق خشبية صغيرة، وكان سعر الوحدة منها 25 سنت، يعني حوالي 6 دولار اليوم. ومن وقتها شهدت صناعة غزل البنات نجاح وانتشار كتير كبير.